أنا الحمد لله دلوقتي يعني في حالة نشاط غنائي، فني غنائي، بجهز لأغاني والألبوم بحاول أنتهي منه، وفي كليب قريب إن شاء الله نازل، كليب صورته في مدينة الغردقة في مدينة الجونة. ده يعني برضو كنوع من إسهامي في دعم السياحة في مصر، لأني قررت أن كل كليب هصوره في محافظة مختلفة من محافظات القاهرة، فابتديت بالغردقة وإن شاء الله همر على محافظات أخرى. الكليب أغنية اسمها طول ما جواك أمل عيش. الأغنية دي كلمات هادي أبو اليزيد وألحان محمد النادي وتوزيع زوم، وهي نوعها ترانس، أغنية تنفع ربيعية وصيفية. يعني الألبوم كامل إن شاء الله هنزله كامل، بس أنا بنزل سنجل قبل الألبوم ما ينزل، يعني كنوع من تذكرة الجمهور بالأغاني بأغنيتي، يعني أن أنا مغنية، لأنه فترة 5 سنين توقف دي نظراً للي كان بيحصل في ظروف البلد.